أهلا بكم من جديد في أخبارنا الدولية. تتولى دولة الكويت اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو لتكون المرة الثالثة التي تترأس فيها الهيئة الأممية في تاريخها، والمرة الثانية خلال عضويتها الحالية في المجلس للفترة من 2018 و2019. وقد صرح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بهذه المناسبة بأن رئاسة مجلس الأمن تعد محطة مهمة في تاريخ دبلوماسية الكويت التي تنتهج الاتزان والاعتدال في سياستها الخارجية، وترتكز على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتسعى أيضا للمساهمة بشكل فعال لصيانة السلم والأمن الدوليين عبر عضويتها في المجلس. قال العتيبي أيضا أن إنجازات الدبلوماسية الكويتية التي نجني ثمارها في السنوات الأخيرة هي بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم المبادرات السامية والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الدبلوماسية الكويتية منذ الاستقلال ووضع أهدافها. ولإلقاء الضوء مشاهدينا على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك مراسلنا، مراسل تلفزيون دولة الكويت أسامة عبد العزيز. أسامة، مساء الخير. خير وكل عام وأنتم بخير. أسامة، نود لو تضعنا في صورة هذا الحدث مع تولي طبعا دولة الكويت لرئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري. بالضبط، وكما ذكرتم فإن هذه هي المرة الثالثة في تاريخ دولة الكويت التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي. فالمرة الأولى كانت في فبراير من عام 79، والمرة الثانية كانت في فبراير من العام الماضي، والذي شهد العديد من الاجتماعات، وتم إصدار القرار الأممي التاريخي 2401، والذي سمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وهذا الشهر هو المرة الثالثة في تاريخ دولة الكويت. من المتوقع أن يكون شهرا مليئا بالاجتماعات، وكما عودتنا دولة الكويت والسياسة الخارجية الكويتية ستركز على أهم القضايا العربية، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى سترأسها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. اجتماع يتكلم عن أهمية تطوير عمل منظومة الأمم المتحدة، وأهم جهاز بها هو جهاز مجلس الأمن، وكذلك الاجتماع الآخر عن الوسطية الوساطة، حل النزاعات عن طريق الوساطة، والاجتماع الثالث هو عن طريق تعاون الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ستركز دولة الكويت على الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات، بالإضافة إلى التركيز على أهم القضايا العربية، وكذلك القضايا التي تهتم بالجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع المنكوبين في مختلف دول العالم. نعم، طيب أسامة، هل هناك أيضا قضايا أخرى يمكن أن تكون لها الأولوية أو على رأس القائمة بالنسبة للملفات والموضوعات التي قد تتصدر جدول أعمال المجلس والذي ستكون لهذا الشهر الجاري شهر يونيو؟ بالضبط، سيقوم السفير منصور عياد العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر بعقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم لعرض أهم القضايا التي ستطرحها دولة الكويت خلال رئاستها لمجلس الأمن. ومن أهم هذه القضايا هي بالتأكيد القضايا العربية، القضية الفلسطينية، القضية السورية، القضية اليمنية، القضايا الإسلامية أيضا. وستركز دولة الكويت على عدة قضايا ستناقشها من خلال اجتماعات رفيعة المستوى أو على مستوى وزاري، ومنها الوساطة في حل النزاعات بدون نشوب حروب، وكذلك أيضا كيفية تطوير التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، والموضوع الثالث وهو كيفية التعاون
بين أجهزة الأمم المتحدة وتطوير عمل جهاز مجلس الأمن. فكما تحدثت دولة الكويت في السابق على أنه لا يمكن استخدام حق النقد الفيتو من الدول الأعضاء 15 في قضايا تهم القضايا الإنسانية أو قضايا المساعدات الإنسانية. فتحاول دولة الكويت من خلال عضويتها ورئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر تطوير عمل نظام مجلس الأمن بحيث يستطيع هذا النظام الفاعل لاتخاذ قرارات فاعلة تساعد المحتاجين وقت النزاعات والحروب. نعم أسامة، لا شك سنكون معك في لقاءات لاحقة إن شاء الله، في نشرات أيضا لاحقة لإطلاعنا على آخر ما لديك من أخبار حول هذا الموضوع. مشاهدينا، إلى ذلك الحين كل الشكر لمراسلنا من نيويورك أسامة عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، ونبقى مع جولة من الأخبار الاقتصادية المنوعة وزميل يوسف صفر، ولكن بعد الفاصل.